أشكركم على كثير من تنازلاتكم من أجل بناء مؤسسات ترابية، وكذلك الأخ بركة بعد الحوارات التي تتم بيننا لبناء مؤسسات جماعية قريبة ومنسجمة كذلك. ذلك الانسجام الذي عرفناها في مؤسسة القرب أتمنى أن تكون كذلك على مستوى مؤسسة الحكومة. تأكد السيد الرئيس الأخ العزيز بركة أنه سنتعامل بحسن نية وسنتعامل بصدق وبنزاهة وبجرأة وبصراحة وبوضوح معكم طيلة مدة هذه الحكومة التي أتمنى، وهذا مسؤوليتنا المشتركة وهو نجاحها في خلق الأمل للمغاربة في رفع كثير من الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي على كثير من المغاربة، للثقة كلها فيكم وفي الأخ العزيز نزار بركة. وأنا مرتاح بناء على ما اتفقنا عليه من خطوط كبيرة والتي ستظهر مستقبلا في البرنامج الحكومي الذي ستضعه الأغلبية وفي ميثاق الأغلبية التي يمكن أن تقترحوه وتؤسسوه، وسنعمل على تنفيذه بشكل مشترك. سيد الرئيس أهنئكم مرة أخيرة وأشكركم، وأهنئ الإخوة في حزب الأصالة والمعاصرة الذين عملوا بالليل والنهار من أجل خلق هذا الحضور السياسي وهذا الحجم السياسي الذي أكد أن حزب الأصالة والمعاصرة له القدرة على الاستمرارة في الحياة. أشكر الإخوة في حزب التجمع الوطني الأحرار على ذلك الخلاف الديمقراطي الذي كان بيننا، اختلفنا فيما بيننا في الانتخابات، وهذه هي السمة الديمقراطية التي تعطي العملية الانتخابية. أشكر الإخوان في حزب الاستقلال الذين كذلك كاننا معنا ومعهم حوارات ونقاشات في بعض الأحيان تعلو وتنخفض، ولكن أن نريد أن نبني مستقبلا لفائدة أمتنا لفائدة شعبنا، وأنا متأكد بأن إرادتنا المشتركة والنقية والشجاعة والجريئة ستعطي للمغرب تجربة فريدة، وستعطي للعالم والعالم العربي أن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديمقراطي وليس بشكل تعسفي. شكراً.